السلام عليكم. واحد الحاجه تنبدلوها في الطوموبيلات ديالنا ودائما كنشريوها بربعه وحنا اوبليجي نبدلوها، واللي الناس ما كيعطيوهاش اهميه بزاف وكتسبب بزاف حوادث السير. اهم المشاكل كي تسببوا في حوادث السير هما لي بنو. الناس ما تيفهموش بان البنو مصنوع بالكاوتشو وانه حتى هو تيتؤزا وتيعيا مع الوقت، وكيبقى دائما المشكل مطروح ديال علاش كيتؤزا هذا البنو وعلاش كيعيا. البنوات تيعيا على حسب شحال ضرب ديال الوقت، على كيفاش كتستعملو نتايا، ليطا ديال الطرقان، البلاد اللي حنا فيها واش سخونه ولا بارده، الطريقه اللي كنصوقو بها، كاع هاد العوامل كيخليوه اما كيدوز بزاف ديال الوقت ولا كيدوز غير شويه ديال الوقت. حاجه نبداو بها هي لاضات ديال لي بنو. هادي كيسولوا عليها الناس بزاف وسهله باش تقلب. كتلقى اربعه ديال النوامر، جوج الاولانيين كيعطوك العام ديال فوقاش تصنع والجوج الثانيين كيعطوك السيمانه. بحال دابا تقدر تلقى العام 14 هي 2014، 45 هي السيمانه 45 فداك العام. حسب الخبراء كيبيعوا البنوات قال لك البنو ما خصوش يفوت 5 سنين 3 سنين من لاضات اللي تصنع فيها، وهادشي ماشي ثابت 100% على حسب البنو كيفاش مستوكي. الا كان مستوكي فشي بلاصه مزيان تتكون ليطا ديالو مازال مزيانه، ولا كان مستوكي فشي بلاصه سخونه راه الكاوتشو ديالو تيعيا. ومن المشاكل ديالو ان البنو ملي كيقصاح وتتجي انت في الطريق باش تفراني الطوموبيل كتزلق، ما كتبقاش عندها هذيك لونديورونس. ملي تبغي تقلب شي بنو مزيان كاين بزاف د الحوايج باش تعرفوا واش مزيان ولا لا. ملي تشري ضروري كتقلبوا كيبان لك واش ما فيهش شي شقات، ما فيهش شي لون غريب خارج. ملي كتركبوا كتشد الطريق كيبان لك ما فيه لا صوت لا والو، الا كان فيه الصوت راه البنو عيان ما خدامش. بالنسبه للماركات ديال لي بنو كاين بزاف ديال الماركات، وخرجوا واحد الماركات رخاصين شويه في السوق. انا شخصيا فايت جربت واحد الماركه وكنت ساتيسفي منها، ما كانش فيها لا مشاكل لا والو، وكانت رخيصه في الثمن. ودائما دائما خصك تاخذ الكونساي ديال السيد اللي تيبيع لي بنو، كيعطيك البنو اللي خدام المغرب. راه كاين دي بنو ماشي تسمع تقول ميشلان ولا بيريلي ولا شي حاجه، كاين دي بنو خدامين لوروب وكاين لي بنو اللي كيخدموا المغرب لافريك. ومن المشاكل اللي تيكونوا في لي بنو هما تيبان لكش تطلع عليه تيبان لك بنو نقي. المشاكل ان البنو كيكون عواج ربما بالسخونيه، ولا كاين اللي كيتهلاش في البنو على حسب الديماراج على حسب فين كيمشي، هادشي كيدير للضياع ديالو. والبنو ملي كيعواج ما بقاش خدام، ولا كنتي انت تجري بالطوموبيل بزاف حتى هي راه كتؤزي البنو. الناس اللي تيبغيو يشريو البنو اوكازيون مستعمل موفيز افير، حيت البنو اللي تحيد من شي بلاصه يعني راه فيه شي مشكل وما بقاش خدام. وكاين البنوات اللي كانوا كيجيو كونتربون اللي تيكونوا مجموعين، يكون مجموع بنو وسط بنو، مي كيتجبد راه كيكون ديجا مال كونديسيوني ما خدامش. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه. بلا ما نعاود لكم خليو لنا دي كومونتير ودي لايك. الموضوع اللي بغيتو نهضر عليه كتبوه ليا في كومونتير ولا تقدر تصيفطوه في انستغرام. شكرا لكم ومبروك عشركم.